السلام عليكم ورحمة الله عليكم أحبتي، هذا أخوكم عزيز من قناة العباجة. اليوم راح نلعب ضد الدول الأفريقية، ونزلت كاتس أو قطط كثيرة طبعا. راح أقول لكم شو نزلت. شايفين القطط اللي نزلت أكلها؟ هذا الجيش مالي راح يكون هالقطط هاي. اوكي نرجع، اول دورة راح نلعب الهاتفية. تكون دول افريقية اليوم، هاي كينيا كات. دائما نفعل الكات اللي صار حتى تسرع الانتاج مع القطط. وصلها ماكس، انا وصلها ماكس. ماكس يمكن 450. وصلت ماكس الان. معركة حامية بس ان شاء الله نفوز. فيكتوريا تاكي. نروح الدولة الثانية كينيا. ربما تفشل نقول عكاس. صارت ماكس الان. يعني كانت القطط اسرع ما يمكن. هذا اول وحش اشوفه من الغسل ورد له. واحد على شكل غوريلا على أول مرة أشوفها. الله يعافينا هنا يا جماعة. دمرنا الغوريلا. خلانا نرجع بوجه الغوريلا. Thank you.
أكثر منه. قطعنا الغول ما قطعنا. معركة حامية بيننا وبين الأشهر. فيكتوري أخيرا حققنا النصر. أوكي نروح الدولة الثالثة ساوث افريكا، جنوب افريكا. لا حول ولا قوة. أيضا الأكسري حقنا صعد جنوب أفريقيا. الدولة الرابعة غانا. حلو صرنا مات لان خذونا اوكي. Thank you.
في الوحوش اللي عنده يعني بعض الوحوش ما عنده بعد وحوش جاي في جو الله بينا خسارة عنها خسرانة قلوة غانية غانية ما خلوا وحش وما دزوهم your money will be set to max and your can only load it for 30. No. كان هذا اللي عندنا اليوم، نوعدكم إن شاء الله نزل معنا بحلقات جاية، وأشوفكم بخير وصحة، في أمان الله، حبايبي.